إذا توقفت الهجومات على غزة ودخلنا في مفاوضات، أقل شيء تنظن أنه في أفق معين ستقوم دولة فلسطينية مستقلة، لأنه هذه المقاربة ديال نتنياهو ديال هذاك بن غفير ديالو هما السبب هذا الشيء اللي وقع. وراه بغيت نوجه رسالة لبايدن كنقول له هذا الكلام، لو كان دابا بغى بايدن يقدم خدمة حقيقية للإسرائيليين، وإذا أراد بعض الناس أن يعتبر كلامي نصيحة فليفعل للإسرائيليين، يفرض على الإسرائيليين يوقفوا الحرب ويديروا انتخابات سابقة لأوانها في إسرائيل، وغادي يطيح نتنياهو، غادي يطيح هذاك المجموعة ديالو، وغادي يجيو ناس اللي غادي يرجعوا للمعقول نسبيا. وإن كنا جميعا نأمل بأن تتحرر فلسطين كلها، فهمتني ولا لا، ولكن الواقعية تقول لنا أنه أحسن ما يقع في فلسطين هو أن تصبح فلسطين دولة واحدة فيها يعني اليهود والمسلمين والنصارى على حد سواء. وهذا الشيء هذا بحال اللي وقع في إفريقيا الجنوبية ماشي مستحيل، ليس مستحيلا. وأظن أن حماس قد فتحت الباب لهذا الأمر. من تنوي إلا بغى الله سبحانه وتعالى يتكرم علينا. وأنا لست مع الذين يقولون بأن اليهود يجب أن يخرجوا من فلسطين. اللي بغى يمشي، لأن بزاف منهم عندهم الجنسيات، ولكن اللي بغى يبقى ماشي مشكل. المهم ماشي هو واش يهود أو نصارى، المهم الظلم. فلسطين اليوم يعني فيها دولة تقوم على العنصرية الدينية، وهذا من أغرب العنصريات. ماشي حتى اللون، الدينية. خص تكون أمك يهودية، لما كانتش أمك يهودية لكان باك يهودي لا يكفي، فهمتي. وهذا من أغرب العنصريات، والعالم يقبل هذا ويصفق له. ما فهمتش أنا هادشي كيفاش وقع في العالم، شنو وقع في الحق. أنا ما فهمتش هاد القضية ديال إسرائيل كلها، هي ما فهمتهاش. وهذا التعاطف مع الجارف ولا معقول يعني، ولكن كمسؤول سياسي هكذا اللي كيبان لي هاد الساعه.